الأردن يكشف أسرار التهريب الواقعة على حدوده مع سوريا ويتهم مخافر نظام الأسد بتسهيل عمل مهربي المخدرات. بعد تعليقها لأيام، استئناف الاحتجاجات في محافظة السويداء ودعوات لباقي المحافظات لدعم مطالب المحتجين. مسؤول في الخارجية الأمريكية يحدد أهداف بلاده في سوريا وأبرزها دخول المساعدات والضغط على تنظيم الدولة والتمسك بمساءلة النظام. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. كشف الجيش الأردني عن مقتل 30 مهربا وضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل دخولها أراضي المملكة قادمة من سوريا. كما تحدث الجيش عن وجود 160 شبكة تعمل في تهريب المخدرات تم رصدها داخل سوريا، ويتعاون نظام الأسد مع بعضها. التقرير والمزيد من التفاصيل. جيش من مهربي المخدرات على حدود الأردن. لم يكن هذا الجيش قبل 2018 وظهر فجأة منذ سيطرة نظام الأسد على الجنوب السوري بدعم من حلفائه. يقول الجيش الأردني إنه يخوض حربا بالنيابة لمنع تهريب المخدرات إلى أراضيه أو عبرها إلى دول الخليج. مدير الإعلام العسكري الأردني العقيد مصطفى الحياري وفي تصريحات للصحفيين قال إن الجيش الأردني رصد أماكن تصنيع المخدرات في الداخل السوري وأين تخزن، وأشار إلى أن بعضها ربما يأتي من خارج حدود سوريا. 160 جماعة بتجهيزات متطورة كطائرات درون وسيارات دفع رباعي وغيرها، صرح الجيش الأردني إنه رصدها داخل الأراضي السورية، كما رصد تسهيلات تقدم لجماعات التهريب من بعض مخافر نظام الأسد على الحدود السورية. تتبع للجيش السوري ولدينا إثباتات بأنها قدمت الحماية وقدمت تسهيل للمهربين، لكن لا نستطيع الجزم بأن هذا بتعليمات من الجيش السوري، لربما هي حالات فساد على مستوى هذه المغافر الموجودة أمامنا. لغة التصريحات الرسمية لم تمنع قيادة الجيش الأردني من التهديد بقتل كل من يحاول الدخول إلى أراضيه من سوريا بطرق غير شرعية. 30 شخصا من المهربين تم قتلهم، وأحبطت محاولات تهريب 16 مليون حبة مخدر و17 ألف كف حشيش منذ مطلع عام 2022 بحسب بيان القصر الملكي الأردني. الملك الأردني زار حدود بلاده مع سوريا وحيا قواته التي تعمل على التصدي لمحاولات التهريب بحسب رويترز، خطوة من خطوات قد يتخذها الملك لحفظ أمن بلاده من خطر من وصفتها نيويورك تايمز بإمبراطورية المخدرات في العالم، وتقصد بها مناطق سيطرة نظام الأسد، نظام تعاملت معه الأردن كأمر واقع وراهنت على تغيير سلوكه مقابل كسر عزلته السياسية ربما، غير أن تهريب المخدرات عبر مناطق سيطرته بلغت أوج ازدهارها. للحديث حول ذلك ينضم إلينا السيد أحمد المسلمة، صحفي وناشط إعلامي من عمان. مرحبا بك سيد أحمد. على ماذا تدل هذه الأرقام الضخمة من شبكات تهريب المخدرات؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأرقام تدل على أن هناك تعاون بين حزب الله اللبناني والميليشيات الطائفية التي وصلت إلى سوريا من ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى الفرقة الرابعة التي تتعاون بشكل كبير جدا مع هذه المنظومة، بالإضافة إلى قوات النظام وخصوصا حرس الحدود التي تعمل مع جيش النظام وتقوم بعمليات ممنهجة ومنسقة لتهريب المخدرات إلى خارج الحدود السورية واستغلال الثغرات التي تتواجد على الشريط الحدودي وتمكين هذه الثغرات لتهريب المخدرات وفتح طرق جديدة. كما ذكر جيش الأردني، يعني هذا يتطابق تماما مع ما ذكره الجيش الأردني، وجود تسهيلات أيضا من النظام للمهربين وفق تصريحاته. لكن سيد أحمد، هل سيؤثر هذا على علاقات النظام مع الأردن برأيك؟
طبعا سيؤثر إذا لم يتخذ هذا النظام أي إجراءات، لأن الأردن قدمت لهذا النظام الكثير من الأمور، من فتح معبر حدود نصيب والتسهيلات الأخرى السياسية والاقتصادية، ولكن هذا النظام هو تحت الضغط الإيراني وتحت الضغط الميليشياتي من حزب الله اللبناني، وسيؤثر كثيرا على العلاقات. إن لم يؤثر على العلاقات فستكون هناك الصرامة الكبيرة من الجيش الأردني كما قالت على السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعامل بجدية كبيرة واتخاذ قواعد الاشتباك مع المهربين، وهناك قتلى من المهربين ومصادرات كميات كبيرة بعد اكتشاف الكثير من الثغرات، وخصوصا النقاط الحراسة الموجودة على الشريط الحدودي من العمق السوري التي تستعملها قوات حرس الحدود السورية بجيش النظام، التي تستغلها الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني مع الميليشيات المحلية الذين يقومون بتهريب هذه المخدرات. أشكرك سيد أحمد المسلمة، صحفي وناشط إعلامي، حدثتنا من عمان على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. قتل 3 أشخاص بعمليات اغتيال في درعا من قبل مجهولين، معظمها لشخصيات مرتبطة بنظام الأسد. وأكد مراسل حلب اليوم مقتل محمد ومهدي الإجباوي إثر استهدافهما بالرصاص من قبل مجهولين في بلدة نمر بريف درعا الغربي، واضحا أن محمد الإجباوي يعمل لصالح فرع أمن الدولة التابع لمخابرات النظام. وأضاف مراسلنا أن المدعو مؤمن بجبوج أحد عناصر مجموعات الأمن العسكرية التابعة لقوات النظام قتل إثر استهدافه بعدة طلقات نارية من قبل مجهولين في درعا البلد. استأنف محتجو محافظة السويداء مظاهراتهم من خلال وقفة أمام ضريح السلطان باشا الأطرش في بلدة القرية. المتظاهرون حملوا سلطات النظام مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وطالبوا بقية المحافظات بالنزول إلى الشوارع. تعود المظاهرات إلى السويداء ويستأنف المحتجون نشاطهم في مكان له رمزيته لدى أهل المدينة. توجه المحتجون نحو ضريح سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى. هنا السويداء، هنا سوريا، لافتات رفعها المحتجون، واختاروا أن تستأنف احتجاجاتهم من أمام الضريح، ربما ليستمدوا منه قوة الثائر الذي رفض الذل والهوان وانتفض بوجه الفرنسيين رغم الفارق الكبير بالقوة والسطوة. وربما أراد المحتجون أن يوصلوا رسالة للنظام مفادها أن أحفاد باشا الأطرش لا يقبلون الظلم والهوان، وأنهم أبناء كرامة كجدهم. سوريا إلنا اللي بيطابق عوام مفوض. يا شباب، عربتنا اللي قدمنا شهداء من 16 ل 25 ما بنبيعة ولا بنفرط. مطلبنا كرامي، مطلبنا مواطني، مطلبنا شراكي، مطلبنا عزل الفاسدين اللي تاجر بدمي وبدمك وبدم الكل. النشامة عن هالطريق مش راجعين لنحقق مطالبنا. من رغيف الخبز لحقنا بالوطن. نحن سوريين، نحن سوريين. المحتجون وجهوا دعوة لكل المحافظات السورية للخروج إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق المنهوبة من الشعب السوري. والهدف من احتجاجات القرية التنديد بسياسات السلطة التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بحسب مدير تحرير شبكة السويداء 24 ريان معروف. معروف قال لموقع السوري نت إن المظاهرات اقتصرت على بلدة القرية كونها تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لأبناء المحافظة، لكنه لم يستبعد أن تتواصل الاحتجاجات في الأيام المقبلة لتشمل باقي المناطق. خلال الاحتجاجات وصلت هتافات المتظاهرين إلى المناداة بتطبيق القرار الأممي رقم 2254 وإسقاط النظام والمطالبة بإخراج إيران وروسيا من البلاد. احتجاجات لا يمكن التكهن إلى أين سيصل سقفها، ولا يمكن التكهن أيضا بكيفية تعامل النظام معها بعدما أرسل قواته الأمنية لتثبيت نقاط شرق السويداء بحجة حماية المدنيين من خطر وشيك مصدره تنظيم الدولة.
أصيب عدد من قاطني مخيمات كفر لوسين بريف إدلب الشمالي مساء أمس الجمعة بحالات ضيق تنفس وحرقة في العيون بعد استنشاق رائحة كريهة مجهولة المصدر، ما أثار مخاوف الأهالي وسط غياب أي بيان رسمي أو تعليق من المعنيين في المنطقة عن نوعية تلك المواد التي تم استنشاقها أو مصدرها. أخي الكريم، نحن مبارك نعمل لعب بالطابي، طبعا عاملين ملعب المدرسة مخيم السلطان، عم نلعب بالطابي الطائرة. طبعا نحن عم نلعب صار في حرقة بالعيون، سيلان بالأنف، كفينا لعب، صارت تزيد الأمور. قمنا قلنا للشباب في أمور، في غازات عم تجي من تركيا. طبعا نحن الملعب على الجدار التركي، قمت أنا مباشرة رحت شفت أولادي عم بيلعبوا برا، ضبيتهم فوتهم على البيت، أولاد الجيران كذا قلت لهم فوتوا وسكروا البوب، أخذنا الاحتياط. وصلوا 24 ساعة يعني على الحادثة، ولحد الآن الجهات بتمنى من الجهات معني نعرف إيش السبب. نحن طيب هون في هالمخيمات في بني آدمين، في بشر، في سكان، في عالم معها ربو، في عالم معها ضيق تنفس، لحد الآن ما حد بين إيش السالفة إيش القصة. امبارح الساعة 6 حسينا بريحة هيك، طلعنا على الطريق صرنا عيوننا يحرقونا وهيك، واللي قدام الجدار يعني اللي حد الجدار في عالم أولاد إصابات انصابوا هيك بغاز دموع وسيلان بالأنف، وما بنعرف من إيش السبب يعني من هيك السبب ما بنعرف. إجا الدخان من صوب تركيا هالصوب يعني هالصوب الجدار. امبارح نار الجمعة قبل أذان المغرب في 5 دقائق وضيت طلعت على المسجد، لقيت قسم من العالم لابس كمامات والآن طالع على المسجد، كان في مثل غاز ما معروف شو مصدره أو شو نوعه، تسبب في حرقة للعيون، حرقة شديدة وجرحة بالحلق مع اختناق بسيط، وحرقة بالأنف وضيق تنفس، وفي قسم من الحالات بعض الناس أصابة مثل اختناق، في قسم من الناس كمان في مخيمات كفر لوسين أسعفوها. وظلت هاي الحالة لبعد ما خرجنا من المسجد، كمان ظلت الحالة ظلت تقريبا نسبة الغاز شي نص ساعة في المنطقة عندهم في مخيم السلطان. نرجو من الجهات المعنية المختصة في هذا الأمر أنه تبحث لنا عن المصدر وشو نوع الغاز، وتنظرنا في هذا الأمر وتراعي أمر المخيمات عندنا وتعلمنا إذا كان في شيء. عقدت نقابة المحامين الأحرار في حلب الجلسة الثانية للاجتماع السنوي للهيئة العامة للنقابة والتي أقيمت ضمن المركز الثقافي في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة السنوية في نقابة المحامين الأحرار بحلب تناولت عدة نقاط في سياق تقييم عمل السنة الماضية وطرح رؤية للسنة القادمة. نحن اليوم باجتماع الهيئة العامة للمحامين الأحرار فرع حلب بحضور وزارة العدل وحضور النقابة المركزية. الاجتماع بدأ تمام الساعة 10 في مدينة عزاز. حضرنا المؤتمر بدعوة من مجلس الفرع لمناقشة تقرير العمل وأعمال مجلس الفرع والحسابات وتصديق على الحسابات وتقرير عمل اللجان. المركز الثقافي في مدينة عزاز احتضن الجلسة التي تطرقت لنقاط عدة أبرزها مناقشة تقرير عمل مجلس الفرع عن عام 2021 ومناقشة المقترحات المقدمة من مجلس الفرع وإقرارها لعرضها على المؤتمر العام. نحن الآن في مؤتمر الاجتماع الهيئة العام لنقابة محامين حلب الأحرار، عم نناقش الأمور الميزانية العامة، عم نناقش جميع اللجان اللي شاركت في تقدم النقابة، وعم نناقش تحديدا أنا كلجنة مرأة رئيسة لجنة مرأة أعمال المرأة المحامية وأسهامة في الثورة وأسهامة في عمل القضاء والمحاماة. وكان المؤتمر جدا رائع، شاركوا أكثر أغلب الزملاء فيه، ونتمنى النجاح والتوفيق لنقابة محامين حلب الأحرار. النقابات المهنية تنشط في الشمال السوري بهدف زيادة التنظيم والخبرة في مجالات متعددة، الأمر الذي يرفع من مستوى العمل الجماعي وتأثيره في المجتمع على كافة المستويات. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بهدف حماية وتطوير الصحفيين السوريين، إقامة المؤتمر الأول لإطلاق ميثاق الشرف الإعلامي في الشمال السوري.
تتصدر بها الشاشات وتؤثر مباشرة على حياتنا وقراراتنا. أحداث اقتصادية نقرأها معا ونحللها، نفسر ببساطة مصطلحاتها. كونوا معي أنا عبادة حيدري في برنامجكم اقتصاد كل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إيثان جولدريتش إن بلاده حريصة على دعم الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 رغم أن تطبيقه ليس سهلا على حد قوله. ولخص جولدريتش أهداف واشنطن في سوريا بالقول إنها تتمحور حول ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ومواصلة الضغط على تنظيم الدولة والتمسك بمبدأ مساءلة نظام الأسد حتى إشعار وكذلك المحافظة على وقف إطلاق النار في البلاد. ينضم إلينا السيد محمد عويس محلل سياسي من واشنطن. مرحبا بك سيد محمد، كيف تقرأ الأهداف الأمريكية الأربعة في سوريا؟ أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة. للأسف أنا أعتبر كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية والمعسكر الغربي كذلك والدول العربية هو إطالة عمر هذا الصراع وإطالة عمر نظام بشار الأسد والاحتلال الإيراني الروسي لسوريا. أنا قرأت عن الزيارة التي قام بها جودريتش إلى المنطقة، هو اجتمع مع الذين هم أساس المشكلة، حتى بعض الدول العربية التي زارها هي جزء من المشكلة وليست جزء من الحل، وإعادة الموضوع إلى مشروع قرار 2254 يذكرني بقرار الأمم المتحدة 181 و194 المتعلقين بفلسطين منذ 70 سنة وما زالوا يتكلمون عنهم. القضية قضية الشعب يتعرض لإبادة، شعب مشرد، شعب يطالب بحقه بالحرية، وهم مشغولون بالكلام عن تنظيم الدولة الذي خرج من خاسرة هؤلاء جميعا. أنا أتهم الجميع الآن، كل من يحارب في سوريا، كل الدول الخارجية التي تحارب في سوريا لها ضلع في هذا الموضوع وخرج من رحمهم. وهنا هناك تساؤل سيد محمد حول فقدان الأسد شرعيته ودعم المعارضة السورية والتسوية السياسية، ماذا عن هذه الأمور بعد هذه التصريحات؟ الأسد فاقد لشرعيته منذ فترة طويلة جدا، لكن بنفس الوقت أعطوا الشرعية للاحتلال الروسي وللعربدة الروسية في جميع المناطق السورية وكذلك للعربدة الإيرانية والعصابات الإرهابية التي أتت من لبنان ومن أفغانستان ومن العراق لقتل الشعب السوري. هم يعطون الغطاء، لا يتحدثون. تحدث جودريتش عن المساعدات الإنسانية، القضية نعم هناك قضية إنسانية في سوريا، لكن القضية الكبرى هي إطالة عمر هذا النظام المجرم وإطالة يد الرئيس بوتين بتجريب الأسلحة التي من الممكن يستعملها الآن ضد أوكرانيا. أشكرك سيد محمد عويس محلل سياسي، حدثتنا من واشنطن. شكرا لكم. دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف إلى خروج القوات الأمريكية من سوريا بهدف تحقيق الاستقرار وعودة المهجرين وإعادة الإعمار وفق تعبيره. وقال بوغدانوف إن بعض الأطراف ربطت مصيرها بما أطلق عليه الوجود الأمريكي غير المشروع وغير القانوني في سوريا، معتبرا أنه أمر يهدد الاستقرار في المنطقة بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء سانا التابعة للنظام.
قام اتحاد الإعلاميين السوريين بالتعاون والتنسيق مع وحدة دعم الاستقرار المؤتمر الأول لحماية وتطوير الصحفيين والصحفيات، وذلك عقب جلسات متفرقة أقيمت في مناطق عديدة بالشمال السوري المحرر بهدف الخروج بميثاق شرف إعلامي يبين واجبات وحقوق الصحفيين في المنطقة. تطوير الصحفيين والصحفيات وحمايتهم هو عنوان لمؤتمر أقامه اتحاد الإعلاميين السوريين بدعم من وحدة دعم الاستقرار في الشمال السوري المحرر بهدف إطلاق ميثاق شرف إعلامي يبين الحقوق والواجبات والضوابط للعمل الإعلامي في المنطقة. أقمنا اليوم المؤتمر الأول حول حماية وتطوير الصحفيين في الداخل السوري لنطلق من خلاله ميثاق الشرف الإعلامي الذي كتب بأيدي الإعلاميين في الداخل السوري عبر العديد من ورشات العمل في 5 مناطق في الداخل السوري، وتمت المصادقة عليه من قبل الإعلاميين. حضر المؤتمر رئيس الحكومة السورية المؤقتة ووزير الدفاع في الجيش الوطني السوري، بالإضافة للعديد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني والعشرات من الصحفيين والصحفيات. طبعا بعد جهود عدة أشهر من الاجتماعات لعدة إعلاميين ضمن الاتحاد الإعلامي المتواجدين بالمنطقة، إن كان بمدينة عزاز، الباب، عفرين، جرابلس، جرى عدة اجتماعات للإعلاميين. لو وصلنا لخطوات الميثاق الشرف الإعلامي اللي أطلق اليوم لله الحمد، هذا الميثاق إن شاء الله يكون هو لحماية وتطوير الإعلاميين بالمنطقة، وبنفس الوقت للإعلاميين يعرفوا اللي عليهم حقوق وواجبات. إن شاء الله بنطمح بالأيام القادمة نتطور أكثر، إن شاء الله هذا الميثاق ياخذ الاعتراف الكامل بالشمال السوري المحرر بجميع بوجود رئيس الحكومة اليوم وجميع ممثلين وزارة الدفاع. مؤتمر ربما يرى فيه العديد من الصحفيين حلا للعوائق التي يمرون بها، مبينين معظم هذه العراقيل ومطالبين بإزاحتها، وذلك عن طريق الحكومة السورية المؤقتة والفصائل العسكرية المتواجدة في الشمال السوري المحرر. المؤتمر الأول لمناقشة ميثاق الشرف الإعلامي بعد شهور عديدة من الجلسات في مناطق مختلفة للخروج بهذا الميثاق، والذي يرى فيه العديد من الإعلاميين ضمانا لحقوقهم في حال تم تطبيقه. بدر كجا، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 21 مهاجرا على الحدود البرية بين تركيا واليونان قتلوا منذ مطلع العام 2022 مقارنة بعشر وفيات تم الإبلاغ عنها في الفترة نفسها من العام الماضي. وأعربت المنظمة الدولية في بيان لها عن قلقها إزاء تزايد وفيات المهاجرين والتقارير المستمرة عن عمليات الصد على حدود الاتحاد الأوروبي بين تركيا واليونان واستمرار سوء معاملة المهاجرين في هذه المنطقة. نظم ناشطون سوريون معرضا في العاصمة الألمانية برلين، عرض فيه عشرات الدوما التي صنعت في دمشق وتحاكي قصص نساء سوريات في زمن الحرب. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. آلاف الكيلومترات قطعتها دوما قماشية جاءت من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الألمانية برلين، أخذت كل دمية اسم المرأة التي صنعتها وكتبت قصتها، كما جسد شكل ولباس الدمى الحالة النفسية التي عاشتها تلك النساء في ظل الحرب. والمعرض هدول هن دمى قماشية صنعت بال2012 من لاجئات سوريات كانوا مهجرين من دارية والمعظمية على دمشق. الهدف الحقيقة هو هالدمى، كل واحدة منهم عاشت قصة مأساوية بسوريا بوقتها، والحقيقة هن كل لعبة منهم هدول هالدمى بتعكس ست كانت بوقتها. هو المعرض الأول للدمى والثاني للأعمال اليدوية والمنسوجات، شاركت فيه نساء سوريات
وجمعت فيه مبالغ مادية وعينية، ويقدم ريعه لطلاب سوريين وطالبات يعيشون في الداخل، وحضره العشرات من الزوار العرب والأجانب. طبعا من خلال هالمعرض اردنا ان نوجه رسالتين، رساله للداخل السوري، نساء السوريات، نحن معكم، نحن باقون، نحن لن ننسى القضيه كي لا تموت قضيتنا، ورساله ثانيه رساله الداخل الى الخارج. طبعا الحضور الحمد لله خلال هالثلاث ايام هذول اللي عملناه كان حضور كبير، حضور ما اقتصر على الجاليه العربيه الان مقيمه في برلين، ولكن كان حضور من الالمان بنسبه كبيره. وراء كل دمية حكاية عاشتها امرأة سورية في زمن الحرب، معرض أقامه السوريون في بلاد المهجر من أجل التذكير بالمأساة التي يعيشها السوريون كل يوم كي لا تموت حكايتهم. عبد الرزاق صبيح، حلب اليوم، برلين. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.